كل الأغاني القديمة للمنتخب تسوي كذي كذي على قول الرجال كذا تقشعر معها وانت تشوف المقاطع. ادخل يوتيوب بس واكتب المنتخب زمان تصفيات 94 و98 و2002 و2006 وذكريات النجوم السابقين كلها ذكريات جميلة، وبإذن الله تتجدد الذكريات الجميلة مع المجموعة اللي موجودة في المنتخب اليوم أمام الصين، وبإذن الله تأهل بشكل رسمي إلى نهايات كأس العالم في قطر 2022، وما حد يدري يمكن نتأهل وحنا ما لعبنا مباراة الصين، لأن مباراة أستراليا واليابان لو فازت اليابان على أستراليا تحياتي وأشواقي، مباراة الصين تحصيل حاصل. قبل لا نتكلم في المنتخب وموقفه في المجموعة والمباراة نبى نتذكر الزمن الجميل، نبى نرجع بالذاكرة ونتذكر واحد من أجمل الأهداف في المنتخب الصيني، يعد الأول والثاني والثالث ويكسر طقم الصين كله، الله على أيامك يا علي داود. هدف مين؟ هدف النجم الكبير أبو عبد الله. برافو عبد الجواد، برافو عبد الجواد، بيقطعها ويبدأ بها هجمة وبيلعبها الماجد، ماجد يحاول يعدي بيها وبيعدي وداخل نص الملعب وماشي ماجد نص الفريق الصيني وهاجم ماجد، ويلا يا ماجد وداخل 18 وداخل 18 جول ماجد احمد عبد الله، بياخذ كورة دفاعها محمد عبد الجواد من نص ملعبنا ويسلم له هي ويمشي ماجد ويكسر صيني واثنين وثلاثة وطقم الصين كله ويحطها، هدف جميل، هدف رائع واعجازي في الدقيقة 2. الجول الثاني لأبطالنا في الدقيقة 2 يعززوا بالهدف الأولاني وربنا ينصرهم ويساعدهم، مجهود كبير في اسم الأول بيأدي ماجد وبيتحرك يمين. اللاعب الأكثر تسجيل في مرمى المنتخب الصيني من اللعيبة السعودية الفيلسوف يوسف الثريان، الله على أيامك يا أبو يعقوب، 3 أهداف كأعلى لاعب سعودي تسجيل في مرمى المنتخب الصيني. شوف الأهداف. اللاعب ضخمة الجزاء، اتمام وطارنا ويجي هدف جميل 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 ومتابعة سريان 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 في وقت مؤثر فعلا من دخوله بيحط هدف جميل. اللاعب هذا المنتخب الخالد طيب نجي للاحتمالات. اول شيء موقف المجموعه، السعودية الأول 19 نقطة واليابان الثاني 18 وأستراليا في المركز الثالث ب 15 نقطة. أول احتمالين، لو تعادلنا وتعادلت أستراليا واليابان متأهلين رسميا، لو فازت اليابان على أستراليا اليوم الظهر حنا متأهلين رسميا قبل لا نلعب مباراة الصين حتى لو خسرنا، ولو خسرنا مباراة أستراليا. لكن بنجي للاحتمالات الباقية اللي نسأل الله أن ما نوصل لها. نتكلم عن لو فازت أستراليا وتعادلنا مع الصين نصير 20 واليابان 18 وأستراليا توصل 18، نلعب مع أستراليا مباراة عمر أما تعادل ولا فوز. طيب لو خسرنا قدام الصين لا سمح الله وفازت أستراليا نصير 19 واليابان 18 وأستراليا 18، اليابان تفوز طبعا طبيعي ومتوقع أنها بتفوز على فيتنام ويوصلون للنقطة 21 وحنا يكفينا تعادل مع أستراليا. دوخ الاحتمالات، أنا دوختني، لكن إن شاء الله ما نوصل له وبإذن الله متأهلين بالفوز على المنتخب الصيني بغض النظر عن بقية النتائج. لو بنتكلم عن المنتخب كتوليفة وكمجموعة تراها نفس الأجواء اللي كانت مع المدرب الهولندي مارفيك في تصفيات 2018، هذا الفرنسي وصل لتوليفة معينة من الأسماء الموجودة اليوم من بداية التصفيات إلى الآن، مع احترامي وتقديري لكل اللاعبين الموجودين ما عندنا الزخم من النجوم ان نراهن على المنتخب ونقول منتخبنا مكسر الدنيا، عندنا من 3 إلى 4 لعيبه حقيقه هم المميزين ولا ودي اسمي الاسماء، ولكن غياب 2 إلى 3 منهم مشكله كبيره، لكن التوليفه الموجوده من بدايه التصفيات الى الان هي باذن الله اللي بيكتمل بها العقد اليوم قدام المنتخب الصيني ونكون متاهلين ان شاء الله لنهايه كاس العالم في قطر 2022. خليكم متفائلين، انا متفائل وباذن الله نبارك البعض الليله.
بعون الله تعالى.